صباح الخير عليكم متابعينا الكرام، متابعي موقع وجاية اهل مصر في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد معاكم من اسيوط، وجوله في اسعار في اسواق الطيور، ونشوف الاسعار عامله ايه النهارده بعد الحملات المقاطعه اللي دشنها بعض المحافظات ودعا ليها بعض الشخصيات عندنا على في اسيوط على موقع التواصل فيسبوك. معانا عم نبيل اللي دايما مشرفنا في اهل مصر. اهلا وسهلا باهل مصر والبرنامج، وكل سنه وانتم طيبين وادعي على مصر كلها بخير يا رب. قول لنا ايه اخبار الاسعار النهارده؟ الاسعار هو المقاطعه ابتدت تاثر شويه يعني، بس مش قوي يعني. لسه شويه كده لما نستمر يمكن السوق منتعش شويه اليومين دول عشان عيدنا احنا وعشان احنا في شغل يعني، لكن هي الصراحه لا السوق مش قوي. وابتدت الفراخ البيضة تنزل يعني، الفراخ البيضة النهارده 87 جنيه نزلت حوالي 20 جنيه. كانت 105 و110 الفراخ، نزلت حاجة و20 كمان. نزلت من 20 ل 25 جنيه الفراخ البيضة. طيب نتيجة انخفاض الفراخ دي للمقاطعات اللي دعا عليها بعض المواطنين فعلا، ولا دي نتيجة خصوصا مثلا الأعلاف والحاجات المكونات بتاعتها؟ لا انقطاع عمل نتيجة، جاب نتيجة عشان هو السوق فعلا اتأثر، مفيش شغل ولا لحمة ولا طيور. كلنا اتأثرنا. لينا اسبوع النهارده ما فيش شغل خالص، لا مش عيد، مش شغل عيد، لا، احنا كنا في شغل عيد ما بتعرفيش نتكلم مع حد، زمان الناس واقفه نص الشارع. وعخير فلا لا أثر. يعني يلا شد حيلكم بس كملوا شويه على حد. المقاطعة جابت نتيجة. شوية. بس هو يعني في ناس كتير بتقول هنا في أسيوط تحديدا ما حدش فقاطع أو العمل بالعكس. لا 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 في تأثير خالص، محلات الطيور واقفة خالص ومفيش توزيع، واللحمة نفس الحكاية، لا مؤثر السوق يعني. جدا. طب تتوقع ان المقاطعه دي تجيب استثمارها ولا هو ممكن يومين ثلاثه وهيتقطع؟ لا لو استمرنا شويه اسبوعين تاني هيأثر، لو استمرنا كانت اسبوعين تاني هيأثر. اسبوعين تاني ممكن يأثر؟ اسبوعين تاني كده لو استمرنا على كده ممكن يأثر. ممكن توصل لكام الفراخ، اسعار الفراخ والطيور مثلا؟ لا ممكن توصل لكام دي ما اقدرش اقول لك يعني، اللي ممكن احنا ما نقطعش تاني. ممكن ان الفراخ تخف في السوق، محدش ينزل فراخ ولا ابتدي يربي كتير، لا تلاقيها رافعه تاني. يعني دي مش مثلا المقاطعه بس وخلاص، اللي هو سيب الاسعار تنخفض وخلاص. لا 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 ممكن شحنات المزارع يحسبوها يلاقي الدنيا مش م... ممكن الناس اللي هتنزل تخاف شويه، لا الاسعار مش حلوه يتهدد من ينزل الكتكوت، معرفش يعني، بس ان شاء الله الدنيا كده حلو والاسعار كده حلوه مش وحشه يعني. لو استمرت على كده على الثمانينات حاجه و80 حلو احسن من 110 وكانت لسه شغاله لفوق يعني. الفراخ وصلت 110 و107 و108 وكانت لسه برضه مكمله. امبارح ولا اول امبارح ولا ده من فتره؟ يعني لينا اسبوع كده ابتدت الاسعار تنزل. طب بالنسبه لاسعار الاعلاف والكتاكيت والحاجات دي فعلا انخفضت برضه ولا؟ الذره نزلت وشفول الصويا والشامي كل الاسعار ابتدت تنزل. مؤثر العلف نزل لفتره كمان يعني. طيب ممكن نقدر نقول ان مثلا هنا فتره العيد بتاعتكم هتستمر على الوضع ده ولا ممكن تنخفض تاني برضو كام او ترتفع؟ لا عشان العيد وانتعاش العيد في الشغل شويه، لا مش هتنزل عن كده. اخرها 87 85 ما اظنش انها تنزل اقل من كده يعني. ممكن بعد العيد لو استمرت المقاطعه هتنزل. لو استمرت المقاطعه هتنزل. هتنزل يا ريت تستمر المقاطعه دي. كل سنه وانتم طيبين. طيب ناخد بقى جوله، قول لنا بقى الاسعار كده. لسه هنا بالحمام. ده الحمام. حمام بلدي يعمل 160 جنيه الجوز. 160 جنيه. هو كله بيبقى حجمه واحد ولا فيه؟ لا لا احجامنا احجام، في اكبر في 170 في 180 في 200 حسب الحجم. حسب حجم الحمام. وايه اسعار الارانب؟ عامله 115. ده البلد والمزارع ولا بلد والمزارع سعر واحد 115. هو ده بلد ولا مزارع؟ ده مزارع. كله موجود النهارده الصراحه مزارع. النهارده ما عنديش بلدي، كله موجود مزارع. طب انهي الافضل البلد ولا المزارع؟ هو ده له عيوب ومميزات وده له عيوب ومميزات يعني. البلدي عيبه ان هو بياخد صور شويه، مميزاته طعمه ونكهته احلى شويه من المزارع. الارانب المزارع ما بياخدش صور، في لحم اكتر بس النكهه مش قوي زي البلدي. شكرا.
دي الفراخ البلدي اللي هي الشمرت، عمر شهرين، عمر شهرين. زي مزارع برضه. دي بلدي مزارع مش فلاحين يعني. ايه عامله كام الكيلو؟ الكيلو عامل 125 جنيه. انخفض ولا ارتفع برضه؟ لا نزل، كان فوق ال 130. كان فوق ال 130 135 132 133 انخفض شويه. بلدي بيتي ولا كله بلدي مزارع؟ لا ده كله مزارع. هو بيجي بلدي بيتي يعني بيبعتها عندي واحده او اثنين بلدي بيتي زي كده. ده بلدي بيتي اللي هو العجوز اللي بياخد صور. نفس السعر برضه. 125. ده الامهات سليمه زي ما هي. 97. طب نقدر نقول ان الاقبال على الطيور على ايه؟ الاقبال على الطيور في الاعياد تبقى اكتر ولا على اللحوم اللي هي مثلا اللحوم البقر؟ ده شغال وده شغال. ده الطيور شغاله واللحوم شغاله. ناس كتير بيجيب لحوم وبيجيب طيور يعني، فده بيشتغل وده بيشتغل. عامله كام انت؟ راح البيضة النهارده عامله 97 جنيه. 97 87 اسف 87. طيب الفراخ البيضة بتقول 87. هل دي بقى ليها مثلا اوزان محدده، مثلا تقعد سنة محدده لحد ما توصل، ولا تبقى مفتوحه ان هي تكبر براحتها؟ لا الفراخ البيضة بتوصل لغايه 4 كيلو 3.5 لو خلاها صاحب المزرعه يعني. بس هو مش بيخليها غير في حاله واحده بس، لما يكون السعر مش عاجبه. الفرخه حلوه عنده بيبقى قاعد مستني لما السعر يزيد عنده، فبترمي وزن كبير وفي الاخر السعر ما بيزيدش بيضطر يبيع. بتوصل 4 3.5. كام الامهات يعني؟ 5 كيلو 600 في 83 500 5600 ده البط. ده بط مسكوفي عامل 120 جنيه مسكوفي، بس مرعى فلاحين. الفلاحين بيجوا عمر اسبوع كده بياكل اكل بلدي ومرعى بلدي، فبيبقى طعمه حلو يعني، والفرخ مش بياخد سوى. انتوا عندكم مثلا على عيد الاخوه الاطفال، العيد القيم، في اكلات محدده؟ مثلا في الاول كان العيد اللي فات تقريبا بط، ولا كل الاعياد بتاعت المسيحيين بيبقى انتعاش السوق في البط والرومي اكتر شويه، والحمام بيبقى اكتر شويه. هات لي 5 جنيه مينا بيبقى اكتر شويه. لما معلش الناس متعوده ان كده في الاعياد وفي المواسم بتاخد رومي بتاخد بط، يبقى في انتعاش شويه في الروم وفي البط وفي الحمام طيور البلدي. زي عندنا مثلا عيد الفطر ده لازم كتير، يوم العيد كل الناس بتغير بقى وتاكل كتير. فاحنا لا مش لازم يعني، في ناس كتير ما بتجيبش، بس غالبا الناس بتجيب بط وهذه بعض البط. كده يعني دي عاده يعني ولا لها رمز محدد عندكم؟ مش معاه ايه؟ دي عاده ولا لها رمز محدد؟ لا ولا رمز ولا عاده، هو بس كل الحكايه ان لا الناس متشجع ان لا نجيب بط، نهادي بط، نازم حد على بط، نازم حد على الحمام، نازم حد على رومي. طيب نكمل بقى باقي الاسعار. البنيه عامل كام؟ البنيه عامل 185. الوراك؟ الوراك 97. هي بصراحة يعني الدنيا خير والحمد لله والحمد لله. طيب ناخد رأي حضرتك؟ معانا لقاء مع أحد الزباين. قول لنا إيه رأيك في الأسعار دلوقتي؟ هو بصراحة الأسعار يعني ما شاء الله يعني الحمد لله مصر خير. جايبين فرخة ب 165 جنيه. تمام. ثمن خروف كان زمان. كان زمان، طب حضرتك في ناس باعت بالمقاطعة الأيام دي، هل شايف لها تأثير في السوق ولا لا؟ لا مالهاش يعني، واحدة تبطل أكل. لا طبعًا. مش ممكن. هي عايزة نظام، عايزة ترتيب، يبقى في أسعار موحدة. زي النظام بتاع زمان. بس الزيت في اي حته ب 3 جنيه، لما انا تبص تلاقي هنا بكذا وهنا بكذا وهنا بكذا، لازم يبقى في رقابه. للاسف الشديد لا في رقابه ولا في حاجه. اتفضل. نشكر حضرتك يا هاني. ميرسي خالص.
ما زلنا معاكم، هنكمل مع عم نبيل. اتفضلي معاكي. قول لنا بقى الاسعار عامله ايه. احنا وصلنا لغايه الفراخ البيضه 87، الوراك 97، الفراخ البانيه 185، الفراخ البلدي 125، البط 120، حمام 160، الارانب 115، الوراك الفراخ 97 احنا قلناها، كل دوانس 110، الاجنحه 55، 50، لحم البرازيلي بس البرازيلي ب 290 نمرة واحد. 190؟ 290 290 290 طيب، هو في اللحوم المفرومة في موجودة ولا لا؟ موجودة. اوكي. اللحمة المفرومة اللي هي البرازيلي مفرومة أنا عندي يعني. نفس السعر 290. كل سنة وحضرتك طيب وخير، ودايما مشرفنا ونورنا في أهل مصر وتعبيناكم معطلينا في معاكم. كل سنة وأنتم طيبة وربنا يعودهم عليكم بالخير وعلى مصر كلها بخير يا رب. كل سنة وحضرتك طيب. شكرا لكم متابعينا الاعزاء، متابعي موقع وجريده اهل مصر، دي كانت جولتنا النهارده في اسواق اسيوط واسعار الطيور. انتظرونا في لايف جديد.